هناك حراك كبير من حزب الديمقراطي الكردستاني على رئيس التحركات السيد نجربان البرزاني مع الزعماء اللي موجودين في بغداد وحتى مع الدول الاقليميه. هذه الحوارات سوف تفضي على قناعه لدى الكل ان تتولد هي الطلب او مطلبنا كان وتاجيل الانتخابات من اجل حتى هذه التعديل في توزيع المقاعد الكوتا والمكونات والاقليات الموجوده. يعني انت قلت هنالك يعني حوارات واتفاقات حتى مع دول الجوار، يعني السيد بارزاني ناقش هذا مع الولد بإيران وطلب منهم التدخل مع أصدقائهم في بغداد حتى تضغطون على الولد من أجل الانتخابات حتى نتفاهم. إيران ستعاون عن طريق الولد هنا؟ دكتور، أولا حضرتك تعرف أنه مع كل الأسف قلت لك الساحة السياسية العراقية والعملية السياسية العراقية فيها كثير من التأثيرات إن كانت إقليمية ودولية وهي معروفة وواضحة للكل. أنا ما ناكرها. زيارة السيد نجربان البرزاني إلى الجمهورية الإسلامية باعتبار أنه هناك أولا تحديات كبيرة. أنت تدق تعرف شو تدق. هناك تحديات كبيرة إن كانت أمنية، حقيقة الخروقات الأمنية الأخيرة واحدة من الحوارات اللي أقام واللي عمل عليها السيد نجربان في هذه الزيارة باعتبار إقليم كردستان تعرض إلى كثير من هذه الخروقات والقصف بصواريخ كثيرة والقصف أربيل بالذات، لهذا هي واحدة من الحوارات المهمة والنقاط المهمة اللي طرحها على الجانب الإيراني، إضافة إلى مسألة الانتخابات والعلاقات الاقتصادية والتجارية اللي تربط الجمهورية الإسلامية مع إقليم كردستان. هذه كل هذه التحديات تم التباحث حولها. أما مساعدة الجانب الإيراني للولد، الولد خوان أنت تعرف اللي موجودين هنا منه مع اللي ماشيين عليه من الخط من أول 2003 إلى يومك هذا، واللي يخالف يتعرض إلى ما يعني أنا والله يا أستاذ مهدي هسه رئيسي على رأس ريشة يقدر يحل تاشبيل المالكي سيد عمار مثنى خميس الخنجر القيادات الطلباني البارزاني كل هاي انتم مرات هاي القيادات اللي عندكم ما تحل اروح افرش عبات يم رئيسي كان ليش مسوين حكومة وانتخابات ذاك رايح لواشنطن هذا رايح لإيران ذاك طاير بتركيا احنا نضحك على انفسنا لو نضحك على شعب صار لنا 21 سنة جيبوهم يحكمون هنا ونخلص انتوا ترتاحون وش وصل نرتاح. بلدك دكتور ايش وصل بلدنا الى هذا الحال شنو اللي وصلناه مع كل الاسف مع كل القهر اللي يحرق ايش قد قلبك محروق احنا قلبنا محروق مع كل الاسف انه يوصل بلدنا الى مرحلة انه قرارك اولا ثانيا انا والله خاف على قلوبكم انا خاف على قلوبكم لا يا والله يا اخويا احنا مسخومين صار لنا 60 سنة ودعتك. ما نعرف منين تجينا الطقة دكتور ثق حشاك اعطيني لا تخلينا نطور هذا المحور لو اكو انتماء لهذا البلد لهذا خلينا صدق خلينا بعيدين انه انا جزء ما اسلم على نفسي من يلا يلا يلا, يلا.